اللعيبه كلها ادت بشكل كويس، بيتطوروا من اسبوع لاسبوع، ماشيين بخطوات ثابته طبقا للبرنامج اللي اتحط يعني. ماشيين كويس طبعا، ولكن احنا عندنا نقص عدد كبير جدا طبعا. احنا عندنا 9 لعيبه في المنتخب الاول معسكرين، فاحنا طبعا كان برضو الحمل عالي قوي، ان هم احنا عندنا حوالي 7 9 لعيبه بس هم اللي بيلعبوا النهارده، ولكن قدوا بشكل طيب جدا يعني، قدوا بشكل كويس. كلنا بنبذل اقصى جهد عندنا ان احنا ان شاء الله نكسب دوري وكاس وافريقيا ان شاء الله طبعا. الفريق ادى مستوى هايل طبعا. احنا في الملعب احنا اتمرن حوالي 8 لعيبه، اللعيبه بتاعتنا كلها في المنتخب، فالحمد لله يعني احنا كل في مركز مثلا في حوالي 1 أو 2، فكله يعني تعب النهارده، كله لعب، حتى في ناس لعبت ما مش في مراكزها، بس الحمد لله كل الناس ادت مستوى هايل. عندنا يعني مش احسن حاجه عندنا، بس لسه سيزون في بدايته، فان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى احسن من كده بكتير يعني. ان شاء الله احنا طموحاتي واهدافي اللي احنا يعني ناخد 3 4 بطولات اللي احنا نخشهم في النادي الاهلي، ده اكتر حاجه يعني بفكر فيها الفتره الجايه، عشان تبقى بدايه. كان في اخفاقات السنه اللي فاتت واللي قبليها، ان شاء الله تبقى يعني فتح سيزون جديد علينا، تبقى ان شاء الله حاجه كويسه، ناخد 4 5 بطولات ان شاء الله، كل نخش فيهم باذن الله يعني. الله يبارك في حضرتك، شكرا.